السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كلوب خير الساعه والعافيه والكرام. السلام عليكم يا دخيلي الكرام نورين ومشرفين على قناه سبيس تي في. النهارده هنلعب مع بعض مود جديد على كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 اسمه فراكشر. المود ده جامد جدا وناس كتير جدا قالت لي يا صبري بقى غير بقى اسلحه جديده. فانا قلت النهارده هلعب بالكي ان 44. طبعا انت عارفين ان هو من اكتر الاسلحه اللي انا بحبها. انا شخصيا حطيت له 5 اتاتشمنت. ال 5 اتاتشمنت هو كويك ريلود فاست ريلود حاجه زي كده اهو. الايلو سايت لونج بارل رابيد فاير وفقط كده كتير الى حد ما. هشرح لكم المده بسرعه بس بسيط جدا مش محتاج اقول لكم ان انت بتقتل اي حد بينزل منه حاجات انت بتاخدها وبعد كده بتروح في مكان معين كده عباره عامله زي الدوامه بتحط فيها كل الحاجات اللي انت قتلت بيها الناس اللي قدامك. ايوه المود بادئ جامد كده على مهلي على مهلي على مهلي بس عشان ايه انا عندي الايه ما بقى ما 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 يحصلليش اي اوه التوتر وحش. ادهن فيزلين يا معلم خلي بالك بقى على مهلك كده. انا دلوقتي متوتر هم بيتدوروا كل حته. المشكله ان انت ما عندكش مكان سبون معين الاماكن السبون بتتحرك من المكان الثاني. زي ما شفتوا انا اللي انا قتلتهم كان عندي ثلاثه فراكشر اللي هي الحاجات اللي انا لميتها دي ورحت حطيتها على طول. في واحد ورايا تعال. وبعد كده تروح داخل في مكان البيز في واحد على الشمال اهو بس كده زي الفل. اروح بقى ارميهم يا لهوي وسع. للاسف زي ما انتم شايفين المكان اللي انت اللي هي عباره عن الدوامه اللي هي بتاخد الفراكشر اللي هي بتاخد الحاجات اللي انت اخدتها من الناس لما تيجي تقتلهم بتتغير من مكان للتاني وانت المفروض تفضل واقف عليها عشان تقدر تنزل كل الحاجات اللي معاك. كل ما يكون فراكشر كل ما يكون معاك ايتم كتير كل ما بتاخد وقت اكتر ان انت تعمل دول. انا شفت انا جيت نزلت نقطتين بس في نفس الوقت واحد كان مكامبر عشان المفروض لازم تقتل ولازم تروح المكان ده تفضي اكنك رايح التواليت يعني اكلت وتروح تعمل ايه. بس يعني المده بصراحه حلو فيه ان هو ايه اماكن السبون متغيره. انا سمع واحد هو فين سمعت حواليا يا ابن الكامبر. انا سامعه ان هو موجود كان عمال البتاع عماله بتنور. بس احنا نعمل ايه دلوقتي بقى ايه ما يظهرنا من هنا. ايوه ده المكان اللي هو الديبوت اللي هو اللي انت المفروض تحط فيه الحاجه. بس نوقع الواد ده اللي بعديه. اظهر اللي بعديه. تعال انا عارف شفت هو كان معاه كذا ايتم. وطبعا انت كل ما تيجي تقتل بص زي ما انتم شايفين دلوقتي يا دي النيله. المشكلة انت تلعب مع ناس وشوايس بيكونوا اغبياء وغشمة بيقعدوا يجوا في اي مكان فبيعملوا لك بلوك فما بتقدرش تقتل براحتك. ما قتلتش غير الواحد بس. تعال لو قتلت واحد قتل كذا واحد بتاخد كل الفراكشر اللي هو لمها فدي بتبقى جامدة جدا وكل الفراكشر اللي هو لمها بتاعت اصحابه وبتاعته. المود جامد جدا وظريف. انا بصراحه انا اكتر حاجه بحبها ان كول اوف ديوتي بلاك اوبس قصدي كول اوف ديوتي بشكل عام دايما بتحط لك مود جديد. خلينا بس نكامب هنا شويه معلش يا جماعه والله عشان كل البتاع جايه لنا من كل حته وفي احتمال ان احنا نتشنر لو خرجنا بره. اوبا الاولاني الثاني يا دي النيله. الحلو فيها ان دايما بينزلوا لنا مود جديد حاجه جديده عشان انت دايما ما تزهقش. يبقى دايما في حاجه جديده زي ما انت شايف كان موت هو ثلاثه فانا قتلته واخدت الحاجات اللي معاه اللي هو الكور اسمها كور. انا مسميها فراكشر بس اسمها المود اسمه فراكشر بس الحاجات اللي بتقع منهم اسمها كور. خليني ابعد انا من هنا التاخر المتخلف. كنا هنروح في داهيه انا وانت يخرب بيتك. خلينا بس كده نروح دلوقتي الكور بشوف هننزل كل الايتم اللي احنا خدناهم. شفتوا كل الكور الاربعه كور اللي احنا خدناهم نزلناهم وبتدينا نقط تدينا 50 نقط على كل كور. يعني ده مثلا معايا 3 نقط يا ابني. شفت بقى ما هو ده بقى الخرا بقى ان انت بتبقى انت ماشي وروح تلم الكور واحد يجي ايه طماع ابن طماع ما بيعرفش يلعب ومش عارف اصلا يموت اي حد فبيجي يجمع في الكور بتاعتك عشان ياخد نقط هو. اهو في واحد اهو طالع لي. تعالى انت وصاحبك هيد شوت انت وصاحبك. طبعا اللي موتني ام السايبرس دي ما بتحركش. هم على اليمين اللي بعديه بقى يلا صار. ايوه كده تعال هو هي دي فايده الرابيد فاير. شفت يعني هو دلوقتي انا اللي قاتلهم وهو يروح ياخدهم يلمهم.
عشان ناخد كل النقط. والمتخلف بص بيفضل واقف هناك وبعد كده في الاخر بيروحوا منه. يلا تمام. يا تخيل بقى الكرنج اللي احنا كنا ممكن نقدر نعمله. المود بتاع اللعبه ده سريع جدا 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 فوق ما تتخيلوا. خليني هنا اهو وكل المدخل بتاعهم نفجرهم. يلا 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 اوه تنش غير لواحد بس. ايه الفقر ده؟ ندخل بقى نلمهم نلمهم. المود بتاع اللعبه ده سريع جدا، لازم تكون سريع ولازم تاخد حاجه، لازم تكون فاست ريلود او فاست ريشارج علشان هما بيزوروا كلهم ورا بعض. زي ما انت شايف دلوقتي هي بتبقى عباره عن مدعكه. بص البتاعه موجوده في النص، فلازم المفروض دلوقتي هتروح تامن مكان اهو على الشمال اهو تامنه، وبعد كده تروح لف من ورا واخد كل اللي انت عايزه. في واحد موجود في الاوضه اهو، بس كده زي الفل. هتروح بقى دلوقتي هتامن الحاجات اللي انت خدتها كلها. زي ما انت شايف دلوقتي انا نسيت كل الكور الحمد لله رب العالمين ما متش. بس المشكله الناس اللي بتقعد تزن عليا دي رزلين جدا. ايوه ناخد الكور دلوقتي ننزل السايبرس اللي بعديه. في واحد في واحد بعديه في واحد بعديه. سنجد ايوه كده يا معلم احنا كده زي الفل. ننزل السايبرس بس الاول. خسيت نايس، بس انا كنت ممكن اجيب اكتر من كده. خلينا نلعب جيم كمان وان شاء الله الجيم اللي جاي هيكون احسن من كده. ان انا اصلا كنت يا كان لسه فاضل لي، كنت انزل السايبرس وكنت انزل اللي هي بتاعت القنابل دي، وبعد كده كنت اجيب الطياره. الماب اللي جاي ان شاء الله باذن الله نعمل اداء احسن. احنا كده زي الفل. زي ما شفتوا بقى احنا دلوقتي هنلعب برضو بنفس السلاح وهنلعب برضو بنفس المود اللي هو مود فراكتشر. زي ما شفتين زي ما انتم شايفين المود ده جامد جدا جدا جدا، وبصراحه انا عاجبني قوي ان هو في حركه في كل مكان، ما بيدكش الوقت ان انت تعمل كامب ولا اي حاجه. تبص يمين وشمال وتقعد تضرب كده في اللي حواليك وتك تك تك. طبعا لو هتعمل كامب هتبقى في حاله واحده بس، ان انت يكون مثلا معاك فرقك شير كتير وخايف تقدم مكان. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت سبريسر علشان يا لهوي علشان اخد طلقه في مخي زي ما خدتها دلوقتي. ايه الخرا ده؟ قلت اخد السبريسور. يا دي النيله البدايه غير موفقه، وانا عمال اقول يا عم الماتش ده هيكون احسن. لا 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 بس ان شاء الله طالما انا عملت اول كلايه دايما انتوا عارفين انا متفائل باول كلايه. طالما انا عملتها يبقى زي الفل. تعال هنا ناخد الحاجات اللي معاه. ايوه ناخد بس الايتم اللي معاه اللي هو الكور اللي معاه. ثانيه واحده. الله الله اتنين ورا بعض. خد يا ابني الكور اللي مهم كلهم. شفت الكور؟ شفت الكور؟ 2 كيلو كور. خلينا نتزحلق بس عشان معانا كور كتير، معانا 6 كور هيجيبوا لنا حبة نقط لوز. يا لسه ما اتكلمناش. روح وقع مننا، مش هغير السلاح، هنفضل خلينا بالسبريسو زي ما احنا. كنت عايز اغير العب من غير سبريسو زي ما كنت بلعب الماتش اللي فات، بس خلينا نجرب السبريسو. تعالى يا معلم. ايه ده ايه ده؟ تعالى هنا يا شقي. تعالى هنا يا شقي. ايوه ناخد بس احنا نستحق اللي بعد دي. ايوه تعالى بس نموته وناخد الكور بتاعته ونفضيها ونستخبى ورا البتاع ده. اوكي يلا اللي بعديه. يا ابن اللعيبه كويس ان هو صاحبي. انت واقف قدام بتعمل ايه؟ وانت لازم تفضل واقف فتره كده شويه بس عشان تنزل كل الكور. اول ما يقف عند معنى كده انت وقفت كل الكور في عدو. بس زي الفل. انا واخد السبريسر لان هم اصلا ما بيصدقوا يشوفوا مكاني على الخريطه وانا مش واخد جوست فيقدروا يشوفوني بسهوله. وما فيش حد عايز يجي. طب احنا ممكن نستناهم هنا عشان كله يجي يفضي الكور وناخد الكور بتاعته. بس ده يبقى اسمه كامب. لا يا عم خلينا نتحرك عشان انت عارف الناس اصلا ما بتصدق تتلكك لي على اي حاجه، تقول لي صبري انت كامبر او تلاقي لي حجه ان انا خسران بيها. هم موجودين كلهم هناك، احنا نروح ناخدهم بقى. نجم عليهم هم غيروا كده مكان الكور. هو موجود على الشمال. هو فين هو فين هو فين هو فين؟ يا ابن العيبه اوبا ده نازل كميه كور كور. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الحظ. انزل الهلك. اخدت كور ونزلت موت اتنين بسرعه. ايوه يا لهوي عليا وعلى سنيني. انا كده زي الفل. انا قافل. يا لهوي ده انا قافل حته دي محدش عارف يعدي. ده محدش عارف يعدي. بس خلينا ننزل بس الحاجات البتاع دي وننزل السايبرس يا معلم واحنا كده زي الفل. ايه الهبل ده بقى؟ انا اول ما اجي انزلها انزلها عليا. هو ده التخلف بتاعي. زي ما شايفين صبري على الشمال ملعلعه. صبري على الشمال ملعلعه وجبت اصلا طياره ثانيه مع اني اصلا لسه جايب عندي طياره من شويه. الطياره لسه ما خلصتش. بس ان شاء الله هنحط عليهم واحد واحد. يلا. احنا زي الفل. فاكشر لوكيشن اتغير.
يلا تمام كده زي الفل. تمام 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 تمام. في واحد ورايا، واحد ورايا على اليمين، طلع فوق اهو، هطلع وراه واجيبه. مات 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 مات. احنا كده تمام زي الفل. المفروض بقى يلا بوش 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 بوش. احنا دلوقتي كده زي الفل. هنمشي بقى من جوه البيت، معانا الطياره بس ننزلها. ما ينفعش ننزلها عشان عندنا اوريدي واحده، الغباء ده. اوكي خلينا بقى نعمل بوش بقى عليهم. احنا دلوقتي الاقوى بالحاجات اللي موجوده اللي انا منزلها دي، احنا دلوقتي الاقوى المفروض. اوكي يلا، هم على اليمين على اليمين على اليمين زي الفل. يلا ننزل بقى كل الكور بتاعنا. ممكن تعشي من امك. الاثنين ورا بعض، الاثنين ورا بعض، الاثنين ورا بعض. يا جماعه انا سخن مش عارف ليه، يعني انا مش عارف ايه، انا اكتف كده ليه. ننزل بس الطياره. تعالى تعالى تعالى. كان لسه يعمل لي نايف بس على مين؟ بس احنا خدنا برضه ام الار سي اكس دي، وننزل عليهم ال الحاجات اللي احنا كنا المفروض ننزلها الماتش اللي فات. يا جماعه ده احنا عاملين عليهم الجل مش ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الفجر ده؟ ده صبري بص. يلا بقى يلا، قنابل في كل حته. كل ياخد قنابل، كل ياخد قنابل. مفيش؟ ما قتلتش ولا واحد بيهم؟ اوكي مفيش مشكله، ناخد الكور. احنا برضو مهم الكور ده بالنسبه لنا. احنا كده تمام 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 زي الفل. موتنا بس كده، احنا كده بنفضي الكور. يلا بقى يلا، هما فين هما فين هما فين؟ تعالى 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 تعالى. ما تاخدش الكور بتاعتي يا راجل، طب اديها لي. اه بس تمام كده. هما فين هما فين؟ يلا بقى بوش 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 بوش. ده احنا الطياره بتاعتنا وكل حاجه عامله شغل لغايه زي الفل. خلينا ننزل بس اللي هو بتاعت البتاع دي تدمرهم شويه، وننزل سايبرس ثانيه. لا احنا مش محتاجين، لا احنا مش محتاجين، ده احنا مبهدلينهم واحده واحده وعندنا طياره ثانيه كمان. لا 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 فادي السبريسو. يلا 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 نزل نزل الهليكوبتر تاني. يلا تمام كده زي الفل. اوكي يلا موجودين كلهم دلوقتي، مفيش حد اصلا عارف ان احنا شايلين بالسبريسو، محدش شايفنا. انا كنت لسه امشي من هناك بس خلينا ناخد بس بتاعه دي الاول. ايه مش عارف تتاخد احول انا. يلا بقى تمام، دبل كيل دبل كيل. 58 5. تمام 50 5. انا كسرت الهاي سكور بتاعي، انا كنت عملت قبل كده عملت 46 3 دلوقتي 58 5. والله العظيم بقى ايه بقى بقى قول لي ما تطلعليش اي خازوق في الجيم. واحد ابوك ما تقوليش يا صاحبي انت عملت كذا عشان يجي لك كذا. ما خليك بقى فير كليم فير بلاي وقول لي جود جيم بصراحه. ايه انت رايح فين؟ الفيديو خلص. اه بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش. اللايك بتاعك بقى يا معلم، انت عارف اللي فيها. اشترك وسيب كومنت، قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى، عجبك الفيديو ولا ما عجبكش، شيل اصحابك. حب قلبي وهبوسك.